السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال احسن الظروف ان شاء الله يا ربي، اينما كنتوا داخل المغرب او خارج ارض الوطن. كما وعدتكم ديما جديد ان شاء الله يا ربي في القناه ديالي. ديجا حطيت لكم واحد غير شورت ماشي فيديو، على واحد الشقه كاينه في اداء، وهذه كاينه في حي الداخله. كما كتشوفوا الشقه فاخره، راه صراحه زوينه مصلوحة مزيان، وحتى المساحة ديالها كما قلت لكم 136 متر. كما كتشوفوا لانكاسا ديال الشرجم كيطلع الضو، الشرجم كيطلع الالكتريك، الإطلالة ديالها على الشارع الرئيسي اللي كيدي الطريق ديال تيكيوين ولا مراكش، ومنفصل الحي انفصل الملعب ديال الحي المحمدي. المهم هاجي جات في الديور القنتانيين ديال الحي الداخله، انفصلها ماكدونالدز قرب الى جميع المرافق. هذه هي الصاله الدخله ديال الدار كما كتشوفوا، راه داير رخام في الحيط كما كتشوفوا. هذه الكوزينه تبارك الله، اللهم بارك. الكوزينه كي دايره قداش كبيرة وكلها بلاكارات، والإضاءة في الجناب ديال القبس. البوطة كما كتشوفوا محفرة على بلاصتها، لابابو كل شيء صراحة الله بلاصتو. هادو البلاكارات ديال الكلوز، راه غير البلاكارات هادو إلا بغيتو ديروهم في الكوزينة راه كيدارو تقريبا 2 مليون حتى 3. هنا كاين باكو تقدري تحطي فيه ماكينه الصابون، تقدري ديري فيه شحال من حاجه، تا هو بالشارجون ديالو باش ما تخش الغبره للدار. شوفوا تبارك الله البوطاجي شحال كبير، عطا الله ما تحطوا فيه. وهذه هي الكوزينه كما كتشوفوا، وهنا بحال بيت الخزين، بحال بيت الخزين تحطوا فيه اي حاجه عندكم في الدار، سلوم ولا شي حاجه ما كتستعملوهاش تحطوها تما بحال بيت الخزين. كما كتشوفوا تبارك الله، اللهم بارك. الصاله مخدومه مزيان، الارضيه ديال الدار تبارك الله زوينه. شوفوا كما قلت لكم هنا الرخام، الحيط داروا بالرخام. هذا بيت اخر تقدروا ديروا بيت النعاس ولا بيت الضياف، حتى هو بالباركو بالماريو، بيت يعني تقدروا ديروه بيت الضياف، بيت الوليدات ديالكم ولا بيت نعاس، كيبقى اختياري. شوفوا تبارك الله الاطلاله الدنيا كيما هي، هي راها كتشوف على جوج جهات، جوج وجهات على الشارع الرئيسي الكبير اللي كيبقى الحي الداخله والملعب التيران، الطريق ديال تيكيوين وما طريق مراكش كيف كنقولو حنا في كداك هو طريق مراكش. شوفوا الكولوار تبارك الله، شوفوا القبس كيفاش داير، قبس رومي زوين. وهذا حمام، حمام دوش، شوفوا تبارك الله كي مجهز، شوفوا الجليج كي داير. هذا كرسي كيديمونطا، ما شاء الله لافابو كي داير. صراحه كل حاجه خدات حقها في الدار. انا هذه من الديور اللي صراحه الله عجبتني بزاف، راه غير هذا الاصلاح اللي خديتي الدار وبديتي تصلحها راه شحال خاصكم. هذا بيت اخرى، بيت اخرى حتى هو تبارك الله. شوفوا غير لاكور هذيك الباركو قداش، حتى هي بالماريو تقدر ديريها بيت وليداتك. هذا الكل كتحلو بالكوليس، شراجم بالحديد، راه كما كتشوفوا راه الجهه الاخرى على حساب الدار. هذاك البيت الاخر اللي وريتكم قبيله، وكاين هذا البيت راه تيران كما شفتوا، راه هو تيران. ها الاطلاله ديالنا حنا هنا كنجيو جينا على شارع رئيسي، راه تيران راه زوميت لكم عليه. هاد الاقامه تا هما حداكم، الشراجم حتى هما كيتحلوا لهم الزجاج، كلهم الزجاج باش ما تخافش الغبره للدار.
شوفوا تبارك الله البيوت قداش بيبان، ولا جديد ولا ما شاء الله، كلشي زوين. وهذه هي الدار كما شفتوا المساحه ديالها راه كبيره بزاف، الصالون راه كبيره غير ما شاداش، راه يزيد حتى لجوج طوابل. شوفوا القبس كي داير اللهم بارك، داك الديزاين اللي دايرين في حاد ديال الخشب، تحطوا فيه الديكورات تماك على الفازه. شوفوا راه مساحه كبيره ديالها، تزيد لكم جوج طوابل كلها شراجم كلها مهويه.